يعني احنا نستغيث بسبب القرى يعني بسبب الحوادث اللي صاير حاليا، يعني يا ريت انتم تجتمعوا مع بعضكم ميزانيه في ميزانيه واحده تضموا جميع البلديات وانكم تصلحوا القرى. تصليح الطرق لابد منها، اولا هذه تكون واجهه لمنطقه، واجهه منطقه وادي الشاطئ بالكامل، محسوب عليها بالكامل، محسوب عليها من ناحيه بلديه براك، محسوب عليها من ناحيه بلديه القرطه وبلديه ادعي. يا ريت يعني نداء عاجل.